ايوه تحيه من قلب الكيس القلب حياكم الله في اول مقطع لنا في القناه. اليوم حنصور عن اكبر سوق مو كثير بس اخوي في افريقيا اللي هو مكاسب حياتي في المكتب. حاليا هنا بقلب مركاتو بالتحديد في الشارع امدي اللي هو محصل اللي يبيع الجاكيتات والشنط الجلديه المصنوعه باثيوبيا. زي ما انتم شايفين المحلات كلها مقفله وسبب لنا اليوم الاحد والناس بتدور البضايع في الشوارع. وصلنا لاخر المقطع صورنا اليوم مقطع خفيف ولطيف عن ماركاتو وبعدين حتى نصور لكم اكثر نعرفكم اكثر عن ماركاتو فيا ريت تكون اراءكم في الكومنت ويعطيكم الاف المشاهده ولا تنسوا اللايك والسبسكرايب سيو